غارة استهدفت قبل تقريبا الربع ساعة منطقة جليلة في شتورة، وتعد هذه الغارة التي استهدفت هذه المنطقة هي الأولى منذ حرب تموز 2006. من الواضح أن الاستهدافات الإسرائيلية من الواضح أنها مركزة، إذ أنها ريمي الرجاء أن تبقي معي، ولكن نعرض على الشاشة الآن صور للغارة التي استهدفت منطقة شتورة والتي كنت تتحدثين عنها. هذه الصور حصلنا عليها قبل قليل، وكنت تقولين أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها شتورة منذ حرب يوليو عام 2006.